قسم محكمة قضاء الأسرة بقصبة تدلى يرى النور، منشأة شيدت على مساحة تفوق 2500 متر مربع بمعمار يمزج الأصالة والمعاصرة وبتكلفة إجمالية تفوق 15 مليون درهم. الشيء اللي غادي يؤدي إلى تخفيف الضغط على المحكمة الابتدائية بقصبة تدلى، بحيث أنه القسم ديال قضاء الأسرة يستوفي حوالي 60% من نشاط المحكمة الابتدائية. فدابا مع تدشين هاد البناية ديال قسم قضاء الأسرة غادي يتم توزيع العمل بكيفية عقلانية. بالمناسبة تم تدشين معهد التكوين والتكوين المستمر لفائدة المحامين والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحامين ببني ملال لاستعمال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني. تهدف إلى تكوين المكونين، بمعنى المهندسين ديال وزارة العدل في الإعلاميات غادي يأطروا ورشات تكوينية لتكوين مكونين من هيئة المحامين بني ملال، وذلك حتى نكون في الموعد لتحقيق المحكمة الرقمية والتقاضي عن بعد. تدشين محكمة قضاء الأسرة ومعهد التكوين والتكوين المستمر يأتي في إطار جهود وزارة العدل للنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة وتأهيل العنصر البشري.